وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم. وأما ما شجر بينهم بوقت الفتنة فهذا ليس باختيارهم، ابتلوا بهذا بسبب دعاة الضلال الذين اندسوا بينهم كعبد الله بن سبأ والذين اتبعوه، فصاروا ينشرون الفتنة حتى ثارت الحرب. أول الفتنة كلام، تنقص ولي الأمر، تنقصوا عثمان وطعنوا فيه، أوله كلام، ثم آل الأمر إلى أن قتلوا عثمان رضي الله عنه. فلما قتلوا عثمان انفتح باب القتل والفتنة، فهذه أمر جرى عليهم رضي الله عنهم وابتلوا به. فلا ندخل في ما شجر بينهم، نخطي علي ولا نخطي معاوية ولا نخطي، ما ندخل بينهم في هذا أبدا، هذا كله صادر عن اجتهاد ويريدون نصرة الحق، ونحن لا ندخل بينهم في هذا. نعم.